شو يلي بيخلي المرأة تكره جوزها؟ أنا وبس ما كنا مثل السمنة على العسل. فجأة قلبت حياتنا فوقاني تحتاني. يا زلمة بتطص عزرائيل ولا بتطصني. أنت كنت متجوز بتعرف. ليش هيك بتصير مع النسوان؟ هلا مرتك مو ولدانة جديد؟ بلا. ايه طبيعي طبيعي. هنن النسوان لما بيولدوا بيفوتوا بالحيطان بيتلخبطوا فوقاني تحتاني، ما عاد تعرف توزع حنانها، بصير ولا جوزها ولا اولادها ولا اهلها، بس بعد كم شهر بترجع الامور طبيعيه. هيك قلتك ليش؟